فاستغفر بقلب، استغفر بحضور، خذ نصيبك من الاستغفار. أطلق العلماء سيد الاستغفار على كلمات كان يقولها النبي المختار، وعلمها الأمة يقولونها في الصباح وفي المساء. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك. لا متى ما أخوذ بعبدية الشهوة، بعبدية الهوى، بعبدية الأباطيل والأضاليل ينشرونها الناس. أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أحمل نفسي على القيام بأمرك ما تحب يا ربي، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يفر إلى ربه من شر صنيعه، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد كان عامة الناس في ذي البلدان حتى عوامهم نصيبهم من الاستغفار وافر، من قرأ هذا في الورد قرأ، من قرأ في له قرأ الراتب جاء، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. لكن الآن كثير من الناس الأسبوع يمر عليه ما عرف معنى الاستغفار. علمنا النبي الإكثار منه، وعدنا أن من يستغفر بعد كل صلاة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. عند النوم تجي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاثا غفرت ذنوبه. هذه تعليمات من عند سيد المستغفرين، علم كيف تستغفر ربك جل جلاله، فعسى تحصل في الصحيفة نصيب من الاستغفار، محفوظ مقبول عند الله. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. يقول استغفر الله استغفر الله، وحديث في نفسه كثيرة مع ذا ومع ذاك. إيه أنت تطلب الأكبر خلك معه، فين تروح بفكرك يمنى ويسرى تفكر في ذا وذاك؟ أنت تطلب العلي الأعلى، خل قلبك معه، اطلبه بصدق. مر سيدنا الحسن البصري، حصل واحد قد يعبث بالحصى بيده، قال اللهم زوجني من الحور العين. يقول قال يا هذا ما أحسنت الخطبة، أنت تخطب الحور العين؟ قال تلعب، لو كانك تخطب واحدة من نسوان الدنيا ما جيت باللعب، وإذا تطلب تخطب الحور العين وقاعد تحرك يدك بالحصى ايش هذا؟ قال أحسن، ما أحسنت، تخطب من ربك الحور العين وقاعد تلعب بيدك، صلح خطبة سواء، أنت تخاطب من وتطلب من؟ وإذا المستغفر هذا يطلب الغفران من من؟ ومن؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما لنا غيره. فلا بد من انطراحنا عليه وشهودنا لعظمته، والغفران بعد ذلك قريب، لأنه تعالى قريب، ما باعدنا إلا شغلنا بغيره. هل هذا هو حقيقة الحجاب؟ لأن الحجاب لا سماوات ولا أرض، لا زمن ولا مسافة ولا شيء من الكائنات، ما شيء يحجب عن الله، يعني إلا شغلك أنت بغيره، هو ذا حجابك، ما شيء حجاب ثاني هو أقرب إليك من حبل الوريد، لكن شغلك بغيره حجبك عنه، قطعك عنه سبحانه وتعالى. قالوا لسيدنا عروة بن مسعود، لابد من قطع رجلك حتى لا يسر الداء إلى باقي جسدك. قال اقطعوا. قالوا لابد نعطيك ما يغيب حسك وعقلك حتى لا تحس بألم القطع. قال معاذ الله أن أتعاطى ما يحجب عقلي عن التفكير في عظمة ربي ساعة، قال ما يمكن، قال أنا معه دائم مشغول به، ما يمكن هذا. قال كيف نعمل، ألم القطع شديد. قال إن كنتم من هذا فإني إذا دخلت إلى الصلاة لم أحس بشيء، فسأمد رجلي فاقطعوا واعملوا ما بدا لكم. دخل في الصلاة فشد مدها وقطعوها ولم يتأثر ولم يشعر، حتى سلم قال هل قطعتموها؟ قالوا مقطوعة ومضمدة، خلاص قد انتهينا منها كلها. قال وين الرجل؟ قال خذوها ادفنوها في المكان الفلاني. اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها إلى معصية قط منذ أسلمت. قال الله، هذا حاضر مع ربه ذا، يا رب إنك وهبت لي رجلين أخذت أحدهما وتركت لي الأخرى، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت.
رجع إلى البيت ينادي ولدي، قال واحد من الأولاد سقط من على سطح البيت ومات، ماذا كيف يقولوا له؟ حتى لما أخبروا قال اللهم لك الحمد ذهبت لي ولدي كما وهبت لي رجلين وهبت لي ولدي، أخذت أحدهما وتركت لي الآخر، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. يا أهل القلوب الحاضرة مع الله، ويا أهل الشغل الكثير بغير الله، خففوا من شغلكم بغير الرب، فإن غير الرب سيقطعكم وسيخليكم ويقطع بكم أحوج ما تكونون. لكن الرب سبحانه إذا اشتغلتم به وإذا أقبلتم عليه سيتولاكم، سيرعاكم، سيغفر ذنوبكم، سيكشف كروبكم، سينور قبوركم، سيرعى أولادكم من بعدكم ويرعى آثاركم. إذا أحب واحد لولو ذرة من أثر في مكان رعاها الرحمن. أسأل الرجال راح ومات ولو 200 سنة 300 سنة والأثر هناك يقوى ويزداد. إيش ذا الأثر؟ هذه بركة الرب في من أحب. إني إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره، وليس لبركتي من نهاية. دلو ليلة صفى قلبك مع الله في مثل ذا المجلس وبارك لك فيه، تبقى لك آثار، روح مت ولا حيا تبقى لك آثار من المجلس تجني ثمرها أنت وأولادك من بعدك، وإلى قبرك وإلى برزخك وإلى يوم حشرك. ربما إذا تواصلت فيها البركة وقت المر على الصراط يقول لك ذا المصلى وركب مع الداخلين، ومر على الصراط وانت في مصلى آل الكساء. يا خير حال إذا بارك لك ربك في وحدة من الجلسات أو في ساعة من الساعات. عسى الكريم، عسى الجواد، عسى المناح، عسى الفتاح، عسى المعطي يتفضل وينعم علينا إن شاء الله، ويرزقنا البركة في أعمالنا وأقوالنا، ونحسن الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فقلت استغفروا ربكم، سيدنا نوح في رسالته عرف قدر الاستغفار، كل الأنبياء حملوا هم الاستغفار، فلا تستغفر وانت لاهي غافل. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فسرتبطوا به، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال إن هيبة الله في صدوركم، لا تخافون ذا وذا وذا، شي تخافون سلاح وشي فقر وشي مرض وشي حادث. قال وين هيبة الله اللي بيده ذا كله؟ لا حادث ولا فقر ولا صغير ولا كبير إلا تحت قهره. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، والكون كله كونه، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وسيدنا هود يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إيش قال سيدنا هود؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال حتى قوتكم هذا تنحتون بهالجبال وتقومون وتعملون ما تعملون، فبيمدكم بيزدكم قوة إلى قوتكم. والخطاب في الذكر الحكيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ذا خطاب محمد لنا بلسان ربنا، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا تبلغتهم ذا البلاغ، وصلهم وجاهم عن طريق العلماء وعن طريق الكتب وسمعوا، ولكن راحوا صدقوا الأشرار والغافلين وتعلقوا بغيرك وتعلقوا بغير الله. فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور جل جلاله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
جل جلاله تعالى في علاه. الله يرزقنا وقاره هيبته الخوف منه والرجاء فيه سبحانه وتعالى. والشهر يبارك إن شاء الله فيه لصغيرنا وكبيرنا. يا رب يكاد أن ينتصف رجب قابلتنا من الليالي البيضة والليلة هذه فيها. من أراد أن يصوم فيها أو يأخذ له ما يتيسر من أيام الشهر الكريم المبارك، صيام 3 أيام من كل شهر تنفي وحر الصدر، واكثر فيها من الاستغفار في العشي وفي الإبكار، واستغفر وأنت مستشعر عظمة من تطلبه. بعدين تطلبه لهناتك وزلاتك له، مصيبتك إذا ما سمحك فيها. أهم شيء الله يغفر لنا ويرحمنا ويبارك في أيامنا وليالينا، ويبارك في رجب لكل واحد من أولادنا ولكل واحد من أهلنا يا رب.